حذاري أن تخالط غير الصالحين. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. لو عاوز تعرف واحد انظر إلى أصحابه على طول تعرفهم، مين ماشي مع مين، بيسمع مين، بيقرأ لمين، تقدر تحدد بالضبط. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، أي من يجالس ومن يقارن ومن يصاحب. لماذا؟ فكل قرين بالمقارن يقتدي. كان من هدي السلف أنهم يسألون الله تعالى الجليس الصالح، فهذا علقمة من أكابر تلاميذ عبد الله بن مسعود، وقرأ القرآن عليه وعلى علي بن أبي طالب، وكان فقيه العراق بلا منازع. علقمة ابن عبد الله عندما سمع أن قوما يحدثون بحديث عن رسول الله بالشام، أخذ راحلة وارتحل إلى بلاد الشام ليسمع الحديث. فلما دخل الشام توضأ وصلى ركعتين وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. اللهم ارزقني ماذا؟ جليسا، جليسا صالحا. يا ترى هل أنت من جملة دعائك تقول: اللهم ارزقني جليسا صالحا؟ أنت تركب قطر، أتوبيس، سيارة، طيارة، إن شاء الله تركب حمار، حتى ما تقول اللهم ارزقني جليسا صالحا. ممكن تقعد جنب واحد في القطار أو الأتوبيس، الرجل ده يذكرك بالله، يفتح معاك موضوعات كويسة، عاوز تنام يهيئ لك جو النوم. افترضنا ان دماغك بتتقل ودي حاجة حسنة كويس، ما يخليش حد يعمل دوشة جنبيك، برضك ده جليس صالح، هيئ لك السبيل للنوم. أما إذا لم تدعو فهيئ لك الجليس السوء، سجاير، تقول لو سمحت، قول له براحتي، مش عاجبك قوم، هتركب من هنا لغاية ما شاء الله. إذا ليس هذا بالجليس الصالح. سل ربك أن يرزقك الجليس الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك يعطرك، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد عنده ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تجد عنده ريحا منتنة. هذا هو الصاحب السوء والصاحب الصالح. روى الإمام الطبراني وأبو داود بإسنادين، إسناد أحدهما إسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فتنة يكون قتلاها في النار، فتنة يكون قتلاها في النار. فقال عبد الله بن مسعود: ومتى ذلك يا رسول الله؟ الفتنة دي إمتى يا رسول الله؟ قال: ذلك أيام الهرج. الهرج. قلت: وما أيام الهرج يا رسول الله؟ قال: إذا لم يأمن الجليس جليسا. إذا لم يأمن الجليس جليسا. مشكلة، مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة. إن تجد إن أعدى عدوك ومن هو صديقك. إذا تقلبت الأمور أو تبدلت الأحوال أو تبلبلت الظروف، تجد الذي كان يدنيك ويحبك هو من أشد الناس لك عداوة، يخرج عيبك ويفتش سرك
ويفضح سترك. وكان بالأمس ماذا؟ كان صديقا لك. فين الديانة؟ فين المروءة؟ ما فيش ديانة، فين المروءة؟ لا دين ولا مروءة. يبقى الإنسان ما يعيش في هذه الدنيا. يعني الإنسان إذا لم يجد حوله من أهل الدين والمروءة من يخالل ويصاحب، فلا داعي أن يصاحب أحدا، يملك عليه نفسه ويخلف بيته، لا يصاحب أحدا. إذا لم تجد أهل الديانة والمروءة فعليك بخاصة نفسك، فعليك بخاصة نفسك. لكن بهذه الصورة لا، لا يصح. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين إذا خاصم إيه؟ فجر. مش إذا خاصم عدل، لا، إذا خاصم إيه؟ فجر. لما بيخاصم واحد يفجر في الخصومة. الفجر له مجاوزة الحد، يطلع أسراره، يطلع أخباره، يطلع زي يقول لك بيطلع فيه القطط الفطسان. ده ما ينفعش، ده لا يجوز شرعا. كان أحد السلف له صاحب وصديق، قال له: لو وقع الصرم بيننا ماذا تصنع معي؟ لو احنا زعلنا من بعض هتعمل معي ايه؟ قال: وما تظن أني صانع؟ قال: ما أراك إلا نبيلا. قال: هو ذاك. شوفوا، ما أراك إلا إيه؟ نبيلا. قال: هو ذاك، النبل. النبل، لأن النبل ده هو محاسن الأخلاق، هو محاسن الأخلاق. ولذلك المؤمن لا يضر أحدا، لا في سلمه ولا في حربه، لا في صفوه ولا في كدره، لا في صلته ولا في صرمه، وإنما يتقي الله عز وجل. والمقصود أيها الحبيب أن تحرص على ماذا؟ على الصديق، أن تحرص على الصديق. قلت لكم هذه القصة غير مرة، وهي قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل هذه القصة في صحيح مسلم في كتاب الإيمان. لما حضرت الوفاة أبا طالب، دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكان معه طاغوتان من طواغيت قريش، عبد الله ابن أبي أمية المخزومي وأبو جهل عمرو بن هشام، الاثنين دول قاعدين عنده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا عمي قل كلمة، كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله، كلمة واحدة قلها يا عم. تعمه هذا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم ما لا نستطيع نحن أيها المسلمون أن نفعله في قرون. يعني احنا دلوقتي لو النبي صلى الله عليه وسلم بنا الآن والله لن ننصره كما نصره عمه، ولن نعزره ولن نؤيده مثل ما فعل عمه. فالنبي يقول له: يا عمي قل كلمة، كلمة واحدة بس، قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة واحدة أشفع لك بها عند الله. فقال له: أتترك دين آبائك وأجدادك؟ فما زال به. قعد يقول له: دين أبوك وعمك وخالك وخلفينك، والناس يقولوا عليك إيه؟ يقولوا إن أنت خفت من ابن أخوك، ماله دماغه وهو في ثورة الموت، في سياقة الموت، مش مستحمل كلام كتير. ودي برضك من الأدب الجليل عند حضور من يحتضر، ما تشغلوش كتير، ما تكلموش كتير، مش قول لا إله إلا محمد رسول الله، قول قول لا إله إلا محمد رسول الله، يلا قول بس يا عم بالراحة دي شوية، بالراحة بالراحة. ممكن يقول كلمة واحدة، يقول ربي الله، ممكن ما يقدرش يكمل الجملة على بعضها، ممكن يقولها بقلبه،
انت ما تشوف الظروف عامله ازاي، ربنا يثبتنا ويقوينا ويكون معنا في هذا الوقت العصيب. فلم يزال به حتى قال على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. طب تصور كده لو النبي صلى الله عليه وسلم راح لعمه وما كانش عنده الاثنين دول، كان ايه اللي حصل؟ يا عم قول كلمة، يقول له يا ابني اخي والله لا اقر عينك، ويوم قايلها له ويموت على ايه؟ على الاسلام. يبقى ما الذي حال بين الرجل وبين الاسلام؟ مين؟ اصحابه. حال بينه وبين الاسلام اصحاب. هناك امرأة كنت صغيرا، وهذه المرأة كانت في منطقتنا، تعجبت عندما استمعت أن هذه المرأة أوصت أن الذي يكون بجوارها في الاحتضار ويغسلها هي صديقتها النصرانية. أيوة نعم، مسألة عجيبة جدا، كيف ذلك؟ الصداقة خطيرة جدا. الصديق ساحب، والساحب بمعنى الساحر. ولذلك تجد الراجل يخلف ويربي ويكبر، وتجد ابنه تأثره بمين؟ بالصديق أكثر من تأثره بمين؟ بأبيه. انظر إلى قصة نوح، قال يا بني اركب معنا. اركب ايه؟ معنا. يبقى دي مآية النبي ومآية الصالحين، ولا تكن مع الكافرين. الواد عمل ايه؟ قال له جزاك الله خيرا يا ابي، وراح طابب وركب مع ابوه. لو عمل الكلام ده كان اللي حصل؟ كان من الناجين، كان ربنا ينجيه في الدنيا والاخره. ولكن الولد عاوز يمشي مع اصحابه طالعين الجبل وابوه راكب المركب، يعمل ايه؟ يروح يركب المركب مع ابوه ولا يطلع الجبل مع اصحابه؟ طلع الجبل مع اصحابه. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الصاحب. ولذلك أصحابك لابد أن تتخيرهم، إنسان لما يقرأ في كتب التراجم ويقرأ السلف وأحوالهم مع أصحابهم يجد الأمر العجيب، يجد كيف كانوا يسهرون، كيف كانوا يتكلمون، كيف كانوا يجتهدون في العبادة، كيف كانوا يتدارسون. يعني من جملة الفوائد العظيمة هناك ما يسمى بالمذاكرة، يعني كان السلف يجتمعون لمذاكرة العلم. يعني ايه المذاكرة؟ إن كل واحد يكمل التاني في المعلومة، مش واحد بيذاكر للتاني، لأ، يكملون المعلومات. هل سمعت الحديث الذي قاله البغاددة من حديث فلان؟ يقول ما سمعت. ما هو؟ يوم قايله إسناده، فالتاني يوم إيه؟ كتبه وراه فيثبته، فيكون هذا الحديث حديثا زائدا، وهكذا. وكانوا أحيانا يجتمعون للذكر، وكان اجتماعهم للذكر ليس هو التمايل والاضطراب والتراقص والغناء والزمر، وإنما كان الذكر من باب تأمل نعم الله عز وجل، كما حدث بين الفضيل وسفيان عليهما رحمة الله عندما باتا ليلة إلى الصباح يتذاكران نعم الله. أيضا الذكر، قراءة القرآن، كان الواحد من الصحابة يأخذ بيد أخيه فيقول هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيذكران الله ويقرآن القرآن. أحاديث كثيرة وأخبار كثيرة في مسألة الصحبة، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين.